بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في وجبة فكرية جديدة أحدثكم فيها عن الاستشراق. لا بد أنكم سمعتم جميعا عن هذا المصطلح، وللأسف ارتبطت صورة الاستشراق لدينا بكل السلبيات. الاستشراق هو الاستعمار، هو الجانب الثقافي الفكري، القوة الناعمة التي دعمت الاستعمار. وهذا الشيء، هذا المفهوم طبعا لا يخلو من جانب صحيح، ولكن سأحاول أن أقدم في هذه الحلقة إلى جانب هذا التصور، الجانب الآخر، أنه كانت هناك إيجابيات. مبدئياً لمحة فكرية وتاريخية سريعة، الاستشراق كيف بدأ؟ طبعاً كمصطلح الاستشراق، الألف والسين والتاء لما تدخل على أي مصطلح في اللغة العربية هو طلب الاستشراق، يعني طلب فهم الشرق من قبل الغرب. المصطلح نفسه طبعاً بمعنى بالإنجليزية الأورينتاليزم، بمعنى كيف نفهم الشرق، فنونه وتاريخه ولغته ودينه وشعره وأدبه إلى آخره. البداية ممكن نقول أنه بدأت تقريباً الإرهاصات والبدايات، بداية الاهتمام الفكري والانفتاح على الشرق بدأت مع الحروب الصليبية. بداية الاحتكاك بين الشرق والغرب كانت بمرحلة حروب للأسف، ونحن نعرف كيف بدأت الحروب الصليبية ولماذا وما كانت أهدافهم. كان في جانب سياسي، جانب اقتصادي، وجانب طبعا ديني. كان عندهم هدف طبعا هو إزالة هذا الإسلام من الوجود واستعادة بين قوسين القدس. وحتى في جزء منهم كان اللي هو ليس الجانب المسيحي الفاتيكاني، كان لديه أهداف أخرى سرية، وهي إعادة بناء هيكل سليمان لعودة المسيح أو لخروج الدجال إلى آخره. وهذا ليس موضوعنا طبعا. في هذه الفترة اللي صار فيها هذا الاحتكاك المباشر بين الحضارتين، بدأت بعض النخب الفكرية والثقافية بالاهتمام بالإسلام لتدرسه وتؤثر فيه. فمن هؤلاء قد تتفاجؤون أن أحد الباباوات، سلفستر الثاني، كان راهباً فرنسياً، هو أول بابا فرنسي على فكرة في الفاتيكان. ذهب إلى الأندلس في تلك الفترة في القرن العاشر، وكان يعيش ما بين القرن العاشر والحادي عشر، وتعلم على يد المشايخ المسلمين، تعلم اللغة العربية، وكان أول من يحاول ترجمة المعاني القرآن الكريم من العربية إلى الفرنسية واللاتينية، لكن لم تكتمل هذه المحاولة. وطبعاً كان له دور أيضاً في الحروب الصليبية. تخيلوا، هذا كان يتقن اللغة العربية، كان مستشرقاً إن صحت التسمية. وفي تلك الفترة أيضاً بدأت تظهر العديد من النخب التي تحب دراسة اللغة العربية، وبنفس الوقت تحب أن تؤثر في اللغة العربية في الإسلام، وتساعد وتساهم في المرحلة، يعني في المعركة التي كانت مندلعة في تلك المرحلة، وهي الحروب الصليبية، أطول الحروب على مر التاريخ، مرت تقريبا 200 سنة بحملاتها لأكثر من 10 حملات. بطرس المكرم مثلا، راهب بنديكتي أيضا فرنسي، هو كان أول فعلا من نجح بترجمة معاني القرآن الكريم من العربية إلى الفرنسية واللاتينية. إذن هذه الإرهاصات. روجر بيكون أيضا البريطاني المعروف، الذي يعتبر من مؤسسي المنهج التجريبي، يدين له العلماء اليوم بهذا الفضل، وجاء بعده فرانسيس بيكون، وأيضا كان في القرن 13 تقريبا. إذن هذه هي البدايات. بعدها ممكن نقول في القرن 16 بدأت تظهر دراسات استشراقية. في القرن 18 صار في، أو لنقل في منتصف القرن 17، بدأت تظهر كراسي الدراسات العربية. صار في بالجامعات، بدأ بأكسفورد ثم كامبريدج، كرسي الدراسات العربية والإسلامية لاحقة لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية وترجمتها إلى لغاتهم. فصار في عنا مؤسسات أكاديمية مهتمة بهذه اللغة. بعدها ممكن نقول أنه مصطلح الاستشراق أكاديمياً ومؤسسياً ظهر تقريباً في نهاية القرن 19. بهذه الفترة ظهر أيضاً الجمعية الدولية للمستشرقين، التي استمرت من نهاية القرن 19 إلى تقريباً 70s القرن 20. كانت تعقد مؤتمر عالمي للمستشرقين، يعني تحشرهم من كل أنحاء العالم، وتحديدا من أوروبا طبعاً، ليتبادلوا خبراتهم ومؤتمرات ونتاج أبحاثهم ودراساتهم وكتبهم. تقريباً يعني كان المؤتمر يعقد ما بين 5 سنوات إلى 3 سنوات، وهناك كتب رصدت أهم إنتاجات هذه المؤتمرات وما صدر عنها. ننتقل الآن للحديث عن الأثر السلبي المعروف. كيف هم حاولوا التأثير على الإسلام؟ طبعاً بعضهم كان مدفوعاً بدوافع دينية، إما لأنه مسيحي أو يهودي أو أي دين آخر، أو حتى ملحد مدفوع بدافع ديني حضاري، هذا الإسلام وحده. فكيف يشكك بهذا الإسلام؟ كيف يطعن بس
السنة كيف يشكك بمصدرية الوحي، هذا كان من أهم أهداف الكثير من كبار المستشرقين. تقريبا لا ترى أحد من هؤلاء الكبار إلا وانطلق من فكرة مسبقة تماما، وهو أن هذا الوحي ليس من الله، سواء القرآن الكريم أو السنة النبوية، وينطلق من هذه الفكرة المسبقة. لابد أن محمد صلى الله عليه وسلم كان إما دجالا أو ساحرا أو ممكن بأحسن الأحوال مخدوعا، يعني هو نفسه ما كان يعرف أنه يأتيه سحر مثلا أو تأتيه أوهام أو هواجس أو إلى آخره أو هلاوس سميها ما شئت. هذا أكثرهم تفهما. مع ذلك نقول حتى مع الذين لم يدخل منهم بالإسلام كان بعضهم يقول نعم لا يمكن إلا أن يكون من مصدر مفارقا. تخيلوا بعضهم كان يقول هذا ومع ذلك لم يعتنق الإسلام. الأثر الإيجابي أو خلينا في الأثر السلبي، وهنا أتذكر كتاب الاستشراق أورينتاليزم لمحمود لإدوارد سعيد إدوارد سعيد طبعا ما في ناس مستشرق باحث فلسطيني درس هذه عقود في الجامعات الأمريكية، هو مهاجر إلى أمريكا من صغره ولما كبر وطبعا ظل مسيحيا إلى آخر حياته، لم يكتب ولم يؤلف ولم يبحث من منطلق ديني إسلامي لكن من منطلق حضاري. أهم ما توصل إليه من دراساته في الاستشراق أنه الاستشراق كظاهرة هو عبارة عن ظاهرة غربية بحتة، هي ظاهرة تاريخية ظهرت في مرحلة الاستعمار تقريبا، وحتى كما قلنا أنها كانت في مرحلة الحروب الصليبية، لم تكن مرحلة عادية سليمة، لا كانت مرحلة صدام وحروب ومحاولة استئصال وإحلال حضارة محل أخرى. ثم الانطلاقة الأكبر كانت ما بعد ظهور الإلحاد والعلمانية، صارت معظم الدراسات الغربية هي قائمة تحديدا على الإلحاد ورفض فكرة الوحي سواء مسيحيا أو إسلاميا. ثم الجهود الأكبر كما قلنا مع مرحلة الاستعمار، إسقاط الدولة العثمانية ومحاولة احتلال هذه الأرض واستعباد شعبها. فإذا الاستشراق في كل هذه المراحل كان مرتبطا ومحميا ومرعيا من قبل المؤسسات والأنظمة التي لديها أهداف سياسية. فإدوارد سعيد هو ركز وقال هذا في مقدمات كتابه، أنه يركز تحديدا على الجانب الاستعماري للاستشراق اللي هو غالبا فرنسي وبريطاني ثم الهولندي، لكن هو لا ينكر أنه كان في استشراق إيجابي في ألمانيا في الدول الإسكندنافية، هذه الدول التي لم تهتم بالاستعمار لم تكن لها أطماع في هذه المنطقة، مع أنه ألمانيا كان لديها أطماع محدودة في مناطق قليلة جدا من أوروبا عفوا من أفريقيا، لكن ما كانت استعمارية. فلذلك ممكن أن ننظر بعين يعني فيها شيء من التفهم لأعمال وإنتاجات الكثير من هؤلاء المستشرقين الذين خرجوا من الشمال الأوروبي. مع ذلك لا ننكر أنه مثلا مستشرق مثل الألماني نولديكي وغيره من الألمان كانوا متطرفين ضد الإسلام، مع أنه أيضا لا أقول أن كل إنتاجي كان سيئا أو متطرفا. أعطيكم بعض الأمثلة مثلا لكتب الاستشراقية المتطرفة والمسيئة للإسلام، كتاب حياة محمد لسير ويليام بونير، نولديكي مرة أخرى تاريخ القرآن، كتاب تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي الذي ظهر بالألمانية وترجم للعربية أيضا من تأليف كولتسير معروف طبعا، مصادر تاريخ القرآن لآثر جيفري، التطورات المبكرة في الإسلام لمارجليوث طبعا هذا أيضا مشهور جدا في المستشرق وتأثر به مصطفى حسين طه حسين الذي درس على يديه وهو الذي يعني تأثر به لما كتب نظريته عن الطعن في أصالة الفكر الجاهلي. لويما سنيون المستشرق الفرنسي الذي كان موظفا في الخارجية الفرنسية مبتعثا من قبل حكومته إلى المنطقة أيضا كان له دور مهم جدا في الاستعمار. ما سنيون ألف كتاب، ألف عدة كتب من أشهرها ما زال متداولا حتى اليوم، كتاب الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام. جرون باوم أيضا له كتاب مشهور حتى الآن معروف أيضا دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية. من أكثرها تطرفا هذه المؤلفات للدكتور سينكلير تيسدل كتاب مصادر الإسلام، وأيضا الموسوعة المشهورة والمتداولة والتي تعتبر من أهم المراجع البحثية في كل العالم حتى لدى الكثير من المسلمين، دائرة المعارف الإسلامية، صدرت بعدة لغات. يعني مثلا لما واحد ياباني مثلا باحث ياباني أو كوري أو صيني يريد أن يعرف الإسلام، هل سيبحث في تاريخنا نحن أو في مصادرنا العربية؟ سيعود إلى هذه الكتب وأشهرها دائرة المعارف الإسلامية والتي كانت مجهود جبار اشتغل عليه فريق كامل وترجم أيضا جزء منه للعربية. هو طبعا كما قلنا يعني منطلق من تصورات استشراقية التي رصدها تحديدا إدوارد سعيد بمفهوم أنه ارتبط هذا الاستشراق كظاهرة فكرية
بمفهوم مسبق لدى هؤلاء المستشرقين ولدى هذه الحضارة للغرب للشرق الذي يجب أن يكون كما أرادهم. فالكثير من أبحاث هؤلاء المستشرقين، والكلام هنا بالمعنى لسعيد، انطلقوا أو كثير من كلامهم كان عبارة عن تصور مسبق. هم وضعوا لأنفسهم تصورا مسبقا وبدأوا يبحثون في التاريخ الإسلامي في مصادر المعرفة الإسلامية عما يوافقه. مع ذلك قلت مرة أخرى، هناك حسنات للاستشراق. مثلا ليس فقط كما قلت المستشرقين الألمان والذين في شمال أوروبا، لا، حتى في هولندا وفي فرنسا وبريطانيا كانت هناك حسنات للاستشراق حتى الآن يجب أن نحمدهم عليها. مثلا علامات الترقيم التي حتى الآن نستعملها اللغة العربية ولا نستغني عنها في الصحافة والكتب العربية، هذه ابتكار أوروبي ظهر لديهم، إحنا ما كان عندنا أبدا هذه العلامات. وفي القرن 19 كان هناك جدل طويل في أواخر الدولة العثمانية هل نستعملها أو لا نستعملها، حتى في مصر بدأ هذا الموضوع، تم البت من قبل وزارة المعارف المصرية في عام 1910 بإصدار كتيب يجبر المدارس والمطابع الأميرية باستعمال هذه علامات الترقيم المأخوذة عن هؤلاء. والمستشرقون لما طبقوا علامات الترقيم الأوروبية على اللغة العربية هم كانوا أول من استعملها في كتب تكتب بالعربية. أيضا هم متفوقون في المعاجم والفهارس وفي التصنيف، فهم سابقون علينا في ذلك. إحنا كان لدينا معاجم من أيام لسان العرب، لكن هم سبقونا في الفهرس، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، عمل جبار حتى الآن ما زلنا نشكرهم عليه. هم أول من بادر بهذه المهمة قبل عصر الإنترنت والبحث اللي الآن صار متاح في قواعد البيانات الإلكترونية. هم متقدمون أيضا في مقارنة النتائج بين الحضارات، المقارنة بين الشريعة الإسلامية والشريعة الرومانية، مع أنهم ما كانوا موضوعيين في هذه المقارنة واعتبروا الرومانية أسبق وهي يعني الرافد الأساسي. لكن يعني مجرد إحياء العمل الأكاديمي والبحثي في هذا المجال هو بحد ذاته تحريك لأعمال جبارة أنتجت حتى في الوسط الإسلامي أعمال رائعة. كان لديهم تفوق أيضا في فقه اللغة، مقارنة النحو العربي بنحو اللغات السامية الأخرى، وخصوصا من أتقن النحو منهم تماما، وبعضهم ألف كتبا في تحقيق ومراجعة الكثير من الكتب الصعبة التي لا يفهمها حتى أبناؤنا العرب المثقفين. وهذا يقودنا أيضاً للنقطة الأخرى هي التحقيق. هم تقريباً الذين ابتكروا فن التحقيق، تحقيق المخطوطات، ولهم فضل كبير في ذلك. ممكن نقول أنه كثير من الحركة التحقيق في العالم العربي اليوم هي نتيجة هذا الإبداع الذي بدأوه هم. فممكن نقول أيضاً نحن عيال عظيم في هذا الفن. قد تتفاجأوا لو سردت لكم بعض أسماء الكبار المستشرقين الذين حققوا، مثلاً سيلفستر دي ساسي الفرنسي المتوفى في القرن 19، حقق ألفية بن مالك، وصف مصر للبغدادي، كليلة ودمنة، مثلا فريتاج الألماني حقق حماسة أبي تمام، ومثال الميداني نولدك الألماني نفسه الذي تحدثنا عنه حقق أيضا تاريخ الطبري وديوان عروة بن الورد. تخيلوا لما يحقق إحدى أشعار الشعراء الجاهلية، هذا أيضا ليس أمرا سهلا. آن ماري شميل الألمانية التي توفيت مؤخرا أيضا قضت عقودا طويله من حياتها في عشق اللغه العربيه وعشق التصوف حتى لحد الان. يعني في كثير من الناس يعتقدون انها اسلمت بالسر، لم تعلن اسلامها، لانه كتاباتها تكاد لا تميزها عن كتابات المسلمين. طبعا لا اقول ان ما ذكرته صحيح، بالنهايه معجبه بالتصوف الذي فيه بجانب كثير منه له علاقه بالغلو وحتى الخروج عن الاسلام، لكن على الاقل هي ما ذكرت هذه الثقافه الاسلاميه سواء كانت مندرجة تحت العقيدة الصحيحة أو لا، ما ذكرتها إلا من باب الحب والاهتمام والولاء والمودة، ما ذكرتها إلا بما تراه هي إيجابية، وغيرها كثير طبعا. تذكرت مثلا كتاب العمل للجرجاني أيضا حققه هولندي اسمه أربانوس. فلدينا كثير من كتب التحقيق التي بدأوها هم. إذا أردتم التوسع أكثر أحيلكم إلى كتاب موجز في أدب علوم الإسلام للمستشرق الألماني جوستاف فان مولر، والذي ترجم كثير من فصوله الدكتور محمود حمدي زقزوق اللي كان وزير الأوقاف الأسبق في مصر، ترجم بعض فصوله وليس كلها في كتاب صدر بعنوان الإسلام في التصور. هذا الكتاب تقريبا حشد يعني عدد هائل من البيبلوغرافيا الاستشراقية التي صدرت على مدى تقريبا من بداية القرن 18 تقريبا إلى ربع الأول من القرن 20. فتقريبا كل ما استطاع المؤلف أن يصل إليه ويحصده يعني ويجمعه في كتابه فأشار إليه.
هناك أيضا كتاب المستشرقون من ثلاثة أجزاء لنجيب العقيقي، أيضا جمع فيه الكثير من منتجات الاستشراق. لمن يريد أن يتوسع أيضا أو حتى ينتسب، باعتبار نحن نتحدث الآن إلى جمهور كندي، لدينا الآن في كندا هناك الكثير من الجامعات والمعاهد المهتمة بالاستشراق. نسيت أخبركم بمعلومة مهمة، أنه في السبعينات في أحد المؤتمرات الجمعية الدولية للمستشرقين تحديدا في عام 1973 تم التصويت على إلغاء مصطلح الاستشراق لأنه صار ملتصق بالاستعمار كما قلنا والمفاهيم السلبية. من تلك الفترة وحتى الآن، نحن نقول تقريبا منذ 50 سنة، كلمة الاستشراق ما عادت متداولة في الوسط الأكاديمي، مع أنها متداولة بيننا وفي الوسط الصحفي والإعلامي والشعبي، لكن الآن صار يقال الدراسات الإسلامية، دراسات الشرق الأدنى، دراسات اللغة العربية، دراسات العربية والإسلامية إلى آخره، لكن كمصطلح ما عاد يستعمل. فكما قلت، في كندا لدينا الكثير من الجامعات والكراسي المختصة بهذه الدراسات، مثلا جامعة واترلو قسم الدراسات الإسلامية والعربية، في مونتريال في بجامعة ماكجيل قسم الدراسات الإسلامية، وفي أنا رأيت مبنى ضخم وكامل في مكتب الدراسات الإسلامية هائلة فيها الكثير من الكتب المهمة، بعضها مخطوطات أيضا، في جامعة كينجز في غرب أونتاريو أيضا في بكالوريوس للدراسات الإسلامية، بجامعة أوتاوا صار في لدينا أيضا قسم الدراسات العربية، وهناك أيضا جمعية الدراسات الشرقية التي أسسها العديد من المستشرقين الأمريكيين في أوهايو، لديها أيضا فرع في كندا، وأنا عدد أمثلة فقط، لكن هناك الكثير من هذه المعاهد والجامعات في كندا وفي أوروبا طبعا، وعلى رأسها تحديدا بريطانيا طبعا، لأنه الظاهرة بدأت أصلا هناك. بالعودة مرة أخرى إلى التعصب وفكرة أنه الاستعمار ارتبط فيه هذا المفهوم مرة أخرى، إلى فترة قريبة يعني نحن نتحدث عن 50s، قصة ذكرها الدكتور مصطفى السباعي، كان بيتحدث عن الدكتور محمود أمين المصري لما ذهب إلى جامعة لندن، وعفى محمد أمين المصري ذهب إلى جامعة لندن ليكتب رسالة دكتوراه في نقد منهج المستشرق المشهور شاخت، لما وجد لديه تعصبا هائلا في نقد السنة النبوية والوحي، فاقترح على أستاذي أندرسون: أريد أن أكتب رسالة دكتوراه موضوعية أكاديمية بإشرافك أنت وبإشراف وتحت يد المستشرقين وعينهم، لتروا كيف كان شاخت متطرفا ولم يكن موضوعيا، فرفض بقوة. فيقول: ذهب من جامعة لندن إلى جامعة كامبريدج العريقة المشهورة والتي يجب أن تكون أكثر موضوعية واحتراما للعلم، وعرض عليه نفس الموضوع فأجيب بالرفض، وقيل له بالحرف: إذا أردت أن تنتقد شاخت فاعتبر بحثك غير، لا يمكن، شاخت مثل الإله لا يمكن أن يخطئ. هذا مثال بسيط، وهناك أنا قرأت عن أمثلة أخرى تريك أن هم فعلا قدسوا هؤلاء الرواد في علم الاستشراق، تحديدا اللي ظهروا في القرن 19 أواخره وبدايات القرن 20، هؤلاء تقريبا أعمالهم لا يمكن أن تنقد، كل ما قالوه يجب أن يظل يكرر على مئات السنين. فكتاب شاخت هو كتاب رجل واحد كتب بمنظوره هو كشخص واحد، أثر على آلاف الباحثين على مدى لا يقل عن قرن. الآن تقريبا بعد التخلي عن مفهوم الاستشراق وبعد الترجمات الواسعة وبعد الانفتاح في عالم الإنترنت وبعد هذا التداخل الحضاري بين الشرق والغرب، الآن ممكن نقول نعم في الوسط الأكاديمي صار في هناك قدرة على التفهم، صار في إمكانية أنك تنتقد هؤلاء، ليس بالضرورة بشكل كامل ومطلق وحر، لكن على الأقل صار ممكن يتفهم، ممكن يفهم أكثر، ممكن حتى لو كان منطلق كما قلنا من فكرة أن هذا الوحي لا يمكن أن يكون إلهيا، لأن معظم العلماء الآن في كثير من وسائل الإعلام، في كثير من الأوساط الإعلامية عفوا العلمية والأكاديمية، ليس فقط الاستشراقية والبحثية في المجال الإنساني والتاريخي، ولكن حتى أيضا في مجالات العلوم الطبيعية، ينطلقون من فكرة الإلحاد أو عدم إمكانية أي ربط بين وجود غيب ووجود عالم الشهود هذا. فأي ظاهرة لها علاقة بتلقي أي شيء من مصدر آخر هذه تعتبر مرفوضة لديهم. لذلك ما تستبعد أن في مراحل الإرهاصات الأولى التي ظهرت في الحروب الصليبية كان هناك خرافات مضحكة جدا بفكرة أنه يجب أن يكون هذا الوحي عبارة عن خدعة وسحر، وأن محمد جاء لهم بوثنية وجاء بفكرة أنه هو عبارة عن رجل دجال درب حمامة على أن تأخذ من يده حبوب الفاصوليا لكي
يوهم الناس بأن هذا تلقيه الوحي. طبعا يعني في خرافات أخرى كثيرة، وأنا الآن سأختم بالأسئلة. إحنا لدينا الآن بث مباشر طبعا على التطبيق وعلى الفيسبوك واليوتيوب على قناتي السبيل، سأرى إذا كان في أي أسئلة وأحاول الإجابة عليها، لكن رجاء طبعا كما يجب أن يكون بدون تذكير أنه تبقى الأسئلة في حدود موضوعنا. بسم الله. يقول أحد الإخوة: فهرس الحديث لن يسبقون إليها. طيب، هذا ليس سؤالا، وشكرا على هذه المعلومة، سأتحقق منها إن شاء الله. طيب، أنا ما وجدت أي سؤال الآن حتى الآن في موضوعنا، فمرة أخرى إذا كان في عندكم أي سؤال خلال دقيقة يعني سأرى، إذا ما في سؤال فنختم لقاءنا هذا المباشر. طيب، حتى الآن لا يبدو لي في أي سؤال في موضوعنا هذا، وهي محاولة أخيرة نعمل تحديث ونشوف إذا في سؤال. طيب، الأسئلة كلها خارج الموضوع أما في سؤال مباشر. شكرا لمتابعتكم، وما تنسوا أن تشاهدونا في كل أسبوع، في كل جمعة من كل أسبوع في مثل هذا الوقت، في بث مباشر على تطبيق مسلم دو، والذي أيضا يبث على السبيل في اليوتيوب والفيسبوك. شكرا لمتابعتكم، أرجو أن تكون وجبة فكرية مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.